اللي بغيت، ما بغيت حتى حاجه، غير فين نسكن حتى نهار نموت. اخبار الحياه بصح صافي، ما بغيت حتى حاجه ولدي. الدواء راه شتيه، راه مضاربه معاه، ويني السكنه شويه قاصحه. خاطر قبيله خارجه وكدير بالعكاز والظلام، وانا واش غدير؟ ملي عيطتي ليا خرجت عندك، ما نخليكش يا ولدي، حداش ما عرفتش الدار. والحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله والشكر. دخلت عندك تبارك الله لقيتك حتى محافظه على الصوره ديال سيدنا. اييه هي حدا الراس ديالك. اييه 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 حطها، وعندي تصاور ملي كان عريس غادين به، راه في الحنة بقى خزناهم. انا ما تنخسرش الحاجه، تنحافظ عليها نحافظ عليها، والحمد لله والحمد لله. فاطمه شي رساله تبغي توصليها للناس المحسنين، شنو بغيتي تقولي لما كانوا كيشوفوك دابا يتبعوك؟ المحسنين تنطلب الله يعاونهم، الله يستر ليهم، الله يعطيهم ما بغاو في خاطرهم. هادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت، تنطلب الله يعاونهم على دينهم ويعطيهم حجه في النبي ويعاونوني. هادشي اللي بغيت، ويستر ليهم امورهم. هادشي اللي غنقول فاطمه، نتمنى ان شاء الله شي واحد يعاونك، لان هذا راه حقك انت، حقك عطاك سيدنا، غتستافدي ان شاء الله. خاص غير شي واحد ولد الناس، شي محسن، شي انسان اللي يخاف الله باش يتعاون معاك ويعطيك السكنه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انتما تقدروا تشاركوا جوج الناس ان شاء الله. ان شاء الله العزيز ديالي، ان شاء الله نترجى الله ونترجى فيكم الخير ونترجى في سيدي ربي. الحمد لله ولدي، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. هادشي اللي غنقول. متابعي قناة سوري تيفي، أمي فاطمة ما بغات والو، أمي فاطمة كطلب غير الستر مع الله، وكطلب ان شاء الله باش اللي عطاهم السكنة تشوف شي محسن وشي واحد اللي كري ليها حتى تبني، اولا شي واحد اللي تعاون معاها باش تبني وتاخذ السكنه ديالها. هي قالت لك انا عطوني بارطمان نمشي ليها، عطوني بقعه نمشي ليها، انا فيما عطوني انا نمشي. انا بغيت الزنقه ديالي غير ما نطيحش في الزنقه، غير بغيت غير الناس يعاونوني، غير المحسنين يعاونوني، ما نبقاش مشرد انا وشراوتي في الزنقه، وانا مراه كبيره ما قداش ما مراكش شتي كلشي بلا ما نعاود لك، راه شتي حالتي وشتي كلشي. ونترجى الله، ونترجى الله والمحسنين، يا ربي تعاونهم وهاد العواشر، يا ربي تعاونهم وهاد العواشر. لا حول ولا قوة الا بالله، ان شاء الله حقك ما تضيعش ان شاء الله باذن الله، وربي غادي ربي غيصل لك ولاد الناس، وصل لك شي محسن ان شاء الله اللي يتعاون معاك يا فاطمة. حتى انا دخلت ان شاء الله باذن الله بعد عمر طويل ان شاء الله باذن الله. جامع الحويجات أمي فاطمة كتسنى إلى هنا متابعي قناة سوري تيفي، كيف كتشوفوا معنا الله يجزيكم بخير، نطلبوا شي محسن أو شي محسنة إن شاء الله من أمي فاطمة تبغى تستافد، يحاول يتعاون معها غير في الكرة باش تسكن، أولا شي شريك يكون معقول سليك مزيان يحاول يتعاون معها. هي قالت لك باغا غير في السما عطاوها بارطمان اولا سكنه غير في تستر تبقى مستوره، لان الصحه مشات المراه كبيره وباغا غير باش الايام اللي بقات تدوز في طاعه الله سبحانه وتعالى. لا لا الحمد لله بعد عمر طويل، بعد عمر طويل، بعد عمر طويل الحاجه. نتمنى ان شاء الله شي قلوب رحيمه اللي تعاون معاك، ونتمنى من الناس المسؤولين هنا بهذه المنطقه تما باش يتعاونوا معاك ويسرعوا معكم الوثيقه. لهذا متابعي قناة سوري تيفي شي كلمة أخيرة أم فاطمة، تنطلب الله يعاونكم ويعاون مواتي محمد كلها، ويعطيكم حجة في النبي، ويخلي لكم وليداتكم وليدات ترجوا وليداتي، وشوفوا فيا وشوفوا في الله. أنت كتشوف خويا أختي أمينة، كنشكرك خويا صلاح، كنشكرك واحد مجموعة ديال الناس هنا كيتعاونوا معاك كيدعوا معاك أم فاطمة، بزاف ديال الناس هنا كيدعوا معاك باش ربي يسهل عليك، يسهل عليك ويسهل لك الله الامور ديالك ان شاء الله باذن الله، ما تتعبي ما تكرفسي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. الى هنا متابعي قناة سوري تيفي نشكركم، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. الرقم راه كيظهر على الشاشه ديال امي فاطمه، اللي بغى يتواصل معها ويتعاون معها راه الرقم كيظهر على الشاشه. شكرا لكم، الى اللقاء.